من العمل السياسي إلى الفن الذي كان البوابة الذي عبرت منها إلى 4 مدن عربية أحبتها. كانت رحلة السفيرة السويدية في الأردن، البداية كانت من بيروت ومن ثم دمشق ومصر وصولا إلى الأردن. أحبت تفاصيل تلك المدن بكليتها، فقررت تجسيد ذلك في معرض للصور حمل عنوان حلم مدن 4. دعونا نتابع. من عمان إلى بيروت مرورا بدمشق والقاهرة، سنين العمل السياسي كسفيرة للسويد في الأردن أخذ بعدا آخر، تأطر في صور عكست حلها وترحالها في تلك المدن التي أحبتها. وإن كانت السياسة إحدى الفنون، فهذا فن سفيرة السويد في الأردن الذي تجسد في كل بعد من تلك الصور. My dream already as a child to come and visit the Middle East region. كان حلمي منذ الصغر أن أزور منطقة الشرق الأوسط، والعديد من الصور التي تراها هي كالحلم، صور تحمل أبعادا فنية وقصصا وبنفس الوقت أناسا يمشون في مزيج كان كالحلم. زي ما بيحكوا الصورة بتعبر عن 1000 كلمة، وزي ما احنا شايفين في هاي الصور شغلات بنمر عنها كل يوم، شغلات عادية بس احنا ما بنلاحظها، بس لما نطلع ونتمعن بالصورة بنشوف شغلات احنا ما بنلاحظها وجمال احنا ما بنشوفه كل يوم. صور تحمل أبعاد الحضارة والعادات والتقاليد التي كانت حلم سفيرة السويد منذ صغر سنها، حلم سكن الصور ليبقى في ذاكرة لن تنسى عشقها ل4 مدن عربية. إذن لعشق المكان حكاية، هي من تبعث الروح والحياة في صور، صور ملأت جدران معرض حلم لمدن 4 عربية، نسج بأيد غربية قالت للشرق ما رأته في بلدانهم من جمال للكوفية وحتى سحر الجلابية. عماد العضالي، NBC، عمان. إليكم أبرز ما جاء في هذه